شركة أبل حددت 30 أكتوبر لعقد مؤتمرها اللي جاي، والمتوقع تكشف خلاله عن أجهزة آيباد جديدة وجهاز ماك بوك إير وتحديث لجهاز ماك بوك ميني، وكمان هتكشف عن سماعات إيربودز جديدة. ساندرا بولوك دلوقتي بتعيش حالة من الإحباط الشديدة بسبب موت والدها المفاجئ، وبعدها بأسابيع ماتت صديقتها القريبة منها جدا، وبعد كده ماتوا كلبنها، والكائن الوحيد اللي واقف جنبها وكان الصخرة اللي بتتسند عليها هو حبيبها براين راندل الجديد. النهاردة تم الإعلان عن حصول شركة برزنتيشن سبورت على عقد رعاية النادي الأهلي مقابل 520 مليون جنيه في مؤتمر صحفي كبير تم عقده في مقر النادي في الجزيرة، وحضروا كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن اللي أعرب عن سعادته الكبيرة بحصوله على حقوق رعاية النادي الأهلي، وقال إن هو يعتبر كده حقق كل أحلام. النهاردة الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي وافقت على تحمل كافة نفقات علاج مرض الروماتويد، بمعنى ان مريض الروماتويد مش هيتحمل اي تكلفه علاجيه في الفتره اللي جايه. شهدت منطقه سجون ترى صباح اليوم فعاليات المنتدى الثاني لقطاع السجون، كان اللافت للنظر النهارده خلال جوله مساعدي الوزير السجين عبير، كانت مثل النهارده بصراحه ردت على ادعاءات منظمات المجتمع المدني لانها سجينه بقالها سنتين في سجن القناطر للنساء، قدرت انها تحصل على الدكتوراه بكليه التجاره جامعه القاهره، كانت داخله السجون ما تمتهنش اي حرفه غير انها بتدرس، قدرت تمتهن مهنه المشغولات اليدويه والمفروشات، حققت مشروع ضخم جدا قدرت انها تحقق منه ربح، دخلت منه ربح ثابت بتصرف منه على اسرتها اللي بره السجن وبتصرف على نفسها جوه السجن. حاله من الحيره بتسيطر على المدير الفني السويسري نادي الزمالك كريستيان جروس بسبب قائمه مباراتي الاتحاد السكندري اللي هتتلعب يوم السبت القادم في دور ال 16 في البطوله العربيه، وكمان مباراه الانتاج الحربي اللي هتتلعب يوم الثلاث القادم في مباراة دور 16 في كاس مصر. السبب الحيرة دي اللي جات على المدير الفني السويسري نادي الزمالك بسبب رغبة عدد من الجهاز الفني في اختيار 22 لاعب في قائمة الفريق، والبعض الاخر بيطالب ب 24 لاعب، وكمان في نغمة ثالثة بتطالب بان هو يسافر بالفريق كامل، وده طبعا اللي بيخشاه كريستيان جروس خوفا من تشتيت اللاعبين. النهاردة في موظفين من شركة مايكروسوفت وشركة امازون كتبوا لشركاتهم رسائل طلبوها فيها بوقف تطوير اي اجهزة بتساعد الحكومة على التجسس او مراقبة المواطنين. العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني النهارده قرر الغاء احد ملاحق اتفاق وادي عربه وهو ملحقي الباقوره والغمر، وهو اتفاق ما بين اسرائيل والاردن وفقا لمعاهده السلام الاسرائيليه الاردنيه، وبموجب هذا الملحق تم تاجير الاراضي الاردنيه لمده 25 سنه على أن يجدد هذا الاتفاق في حال لم يخطر الجانب الأردني إسرائيل بإلغاء الاتفاق. الأردن التزم ببنود الاتفاق وأخطر إسرائيل اليوم يعني قبل عام من تجديد الاتفاق لمدة 25 سنة بإلغاء ملحقي الباقورة والغمر. بنيامين نتنياهو رد على تصريحات الملك عبد الله الثاني النهاردة وقال إن إسرائيل ستتفاوض لتأجير الأرض لمدة 25 سنة إضافية. النهاردة في مجموعة من الهاكرز اخترقوا مركز الرعاية الصحية الأمريكية وسرقوا بيانات 75 ألف مستخدم، ولحد دلوقتي لسه هوية المخترقين ما تحددتش أو سبب الاختراق. لجنة أراضي الدولة بتحذر المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص ومن هم غير ذي صفة في ملف الخاص بتقنين أراضي الدولة، وقالت أن هيئة الرقابة الإدارية تتابع بشكل مستمر ومنتظم ملف تقنين الأراضي. وزارة الموارد المائية والري أعلنت حالة الطوارئ القصوى بين قطاعاتها المختلفة استعدادا لاستقبال موسم الأمطار والسيول. في عيد ميلادها 38 نجم التلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارديشيان بترفع شعار كل ما تتزنق اقلع. النهاردة أو امبارح كيم نشرت جلسة تصوير جديدة بدون ملابس على الإطلاق للترويج لخط ظلال العيون الجديد بتاعها اللي بتنتجه شركة المكياج أو خط إنتاج المكياج الخاص بيها. النهاردة كمان من ضمن الاحتفالات بعيد ميلادها إنها بتصحى بتتفاجئ إن بيتها كله مليان بالورود، ودي محاولة من زوجها اللي كان حصل بينهم مجموعة مشاكل وخلافات بسبب إن هو صرح على العلن وبدون اتفاق معاها إن هو عايز منها 7 أطفال كاملين، ودي هي كانت مش موافقة على الموضوع ده على الإطلاق. هي عندها بالفعل 3 أولاد وقالت أنا مش عايزة ده، وكان حصلت بينهم حالة توتر. النهاردة بيستغل عيد ميلادها وبيصالحها. كل سنة وكيم كارديشيان طيبة. أهم ترندات النهاردة على جوجل كانت فنية ورياضية. الفنية كان أولهم ترند الفنانة هنا شيحة، وده بعد خبر عقد قرانها على النجم أحمد فلوكس، ونحب نقول لهم ألف مبروك. وتاني ترند كان ترند الإعلامية مي حلمي، وده بعد إلغاء فرحها على المطرب محمد رشاد.
اما الترند الاخير على جوجل فهو كان هدف محمد صلاح، وده بعد الجون اللي جابه امبارح في الماتش بتاع ليفربول ضد فريق الانجليزي بيرلي.